وعن آخر مستجدات فيروس كورونا ينضم إلينا من بغداد عبر سكايب الدكتور وسام التميمي، أخصائي الصحة العامة. مرحبا بك دكتور وسام. دكتور، يبدو أن الإصابات بفيروس كورونا في العراق تأتي عكس المتوقع، سيما بعد أن طبعا قالت خلية الأزمة سابقا أن البلاد ستسيطر على المرض حتى نهاية الشهر المقبل. هل فعلا برأيك ستتم محاصرة الفيروس بالإمكانات العراقية المتاحة حاليا؟ مساء الخير عليكم المشاهدين الكرام. أهلا بك. طبعا يعني ممكن، من الممكن جدا السيطرة، لكن هذا مشروط بعدة أمور: التزام الناس بالطرق الوقائية، والالتزام بمنع التجول وعدم الخروج خارج المنزل إلا للضرورة القصوى. لاحظنا خلال اليومين الماضية هنالك محاولات لكسر منع التجوال، التجمعات رجعت إلى الشوارع، وهذا مؤشر خطر من الممكن أن ترتفع عندنا الحالات في حال استمر الأمر بهذا الشيء. فإحنا من الممكن أن نسيطر خلال شهر ونتخلص من الأزمة إن شاء الله، إذا لاحظنا تعاون مع المواطن، المواطن يطبق الإجراءات الوقائية اللي عليه، وإن شاء الله نقدر نسيطر. بس إذا صار كسر لمنع التجول، أنا ما أعتقد ما راح نسيطر خلال شهر أو حتى أبعد من شهر. إذن المشكلة في حظر التجول وليس بالإمكانات العراقية. على أي حال دكتور، تؤثر البعض يقول حالات الهلع على انتشار فيروس كورونا طبعا، والوسواس القهري الذي أصاب الناس بملاحقة أرقام المصابين عالميا وفي العراق أيضا، هل هذا إيجابي برأيك أم سلبي، سيما أننا نتحدث عن عدم التزام الناس بإجراءات المنع الوقائي والحجر المنزلي؟ يعني هو الواحد المفروض يتخوف، يعني مو ما يتخوف بس ما يتخوف يعني لا درجة، يعني بحيث أنه يسبب نقص. طبعا التخوف الزايد ممكن ينقص المناعة، يقلل مناعة الأجسام، وبالتالي عرض الجسم لالتهابات عدة من ضمنها فيروس كورونا المستجد. لكن أن نأخذ الأمور ببساطة ونستسهل الأمر، لا بالعكس، لازم نحذر. احنا نقول نحذر، نقول مكان ما نقول نخاف. فاحنا اليوم ما نريد نرعب الناس أو نخوفهم قدر ما نريد انه يلتزمون بالطرق الوقائيه. ليش؟ لانه احنا هسه مقوماتنا بالعراق، وضعنا اكثر دوله ممكن نسيطر على الوباء ممكن من كل دول العالم. ليش؟ نعم. لانه ما خشت عندنا ارقام كبيره جدا. فخلينا نستغل هالشهر هالاسبوع اسبوعين اللي قدام، نكمل منع التجوال وان شاء الله احنا مخلصين. عودة أخرى دكتور عن الإمكانيات العراقية المتاحة حاليا. دكتور، الملفت للنظر أن أعداد المصابين في العراق رغم زيادتها إلا أنه أفضل من جيد حسب المعلن طبعا، هل هذا يعني يدل على التفاؤل برأيك أم أن الأرقام الحقيقية ليست معلومة حتى هذه اللحظة، باعتبار أنه لا يوجد إحصاء شامل كما في بعض الدول ذات المؤسسات الصحية المتطورة والتي يمكن أن تسبقنا بأشواط كثيرة؟ شوف، خلي أفصل لك إياها. هذه حسب علم الوبائيات التطبيقي باختصار. أول شيء، هو المرض، هو الفيروس هو نفسه في كل دول العالم، لكن يختلف من دولة إلى دولة اعتمادا على الأشخاص والزمان والمكان. طيب، هذه نقطة متفقين عنها. لذلك مثل إصابات أوروبا مو مثل إصابات الشرق الأوسط، ولا مثل إصابات شرق آسيا، ولا مثل إصابات أمريكا. طيب، هاي انتهينا من عندها. هنا يلعب المناخ دور طبعا، درجة الحرارة والرطوبة وغيره، طبعا الطبيعة المجتمعية، التغذية إلى آخره، هاي كلها أمور ممكن تأثر على 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 انتشار الفيروس. يبقى أنه أنت تقول أنه هذا الرقم، هل هو هذا الرقم الموجود حقيقي؟ طبعا هو حقيقي، هذا رقم حقيقي للأعداد المشخصة. دائما طيب، نقولها أعداد مشخصة، ليس جميع الحالات اللي موجودة باليوم. اليوم أكو حالات ما مشخصة على أرض الواقع. ليش؟ لأنه تكون قليلة الأعراض أو معدومة الأعراض، أو قسم من الناس يمتنع أن يراجع المؤسسة الصحية، وبالتالي عندنا أعداد غير 1030 اليوم الحالة. نعم، وأعداد ما مشخص، هم دول اللي يكونوا الناقلين العدوى. اتضحت الصورة دكتور وسام تميمي، كنت معنا عبر سكايب من بغداد، شكرا جزيلا لك.